في السنة الثامنة من الهجرة
عشرة آلاف صحابيين تحت قيادة رسولنا صلى الله عليه وسلم في مدينة مكة، وخرجوا من المدينة وهم صائمون، وفي الطريق إلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العفان مهاجرا مع أهله إلى المدينة، فسجل عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيره إلى مكة بينما ترعى أهله طريقه إلى المدينة، وفي مكة المعراج نزل جيش المسلمين وكان الكريم قد دخل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة النار بإيقاد النار، فأوقد الجيش نارا عظيما مما أدخل الرعب في قلوب المشركين وتحرك جيش المسلمين. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واتجه إلى ذي القوى وخر ساجدا من شكر لله سبحانه وتعالى على ما ذكره فيه من العز وذل الكافرين. وفي ذي القوى قصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش فصار الكريم من عوامه في جزء من الجيش، واطلقت ساعد بن مالك بن اخر صوت اخر علي بن ابي طالب بن اخرين، ودخل خادم بنور مكه ساعد بن اخر، وصار ابو عبيده بن الجراح تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على مكه، ولم يكن المسلمين ان يقاومته تلك الرحله تصيب مكه سوى بعد المناوشات بين خادم وليم وبعد من بلاد قريش، حرم المسلمون بعدها. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الا يقاتلوا الا من قاتلهم، وبعد ان هدات اوضاع الناس نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وحرقوا الانصار والمهاجرون، ثم ضاق اليه وفي يده نصر وحول الكعبه ثلاثمائه وستون صنما، فاخذ يطعم راس الارض ويقول انشاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح الكعبه بعثمان بن طلحه وفتحها ثم دخلها فراى صورا فحماها صلى الله عليه وسلم وحمى رسول الله اصنام، ثم صلى في داخلها وخرج فوجد المسجد قد امتلأت اهل مكه يقتدرون يقتدرون مصيرهم، فقبض النبي فقال يا معشر قريش ما ترون اني راعي بكم؟ قالوا خيرا اخي الكريم قلنا اخي الكريم، قال فاني نقول له كما قال يوسف لاخوته لا تكذب عليهم اليوم اذهبوا فانتم الرقاء، ثم اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح كعبه عثمان بن طلحه، وتمت فتح مكه وكان من الفتح افضل كثير في تاريخ البشريه، فقد قطع على عثمان المسلمين مكه تماما وتشاركت المسلمون من الوطن من الكفر في الاسلام. قال سبحانه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يؤمنون به الا بأقوالها فصدق بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ودخلت بسنة العرب الى تمنى باذن الله، وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم في اعظم صلاه يؤديها المجاوره، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصالحه التي قامت عليها الفتوحات الاسلاميه مساعدا بسبب اهتداء هذا التكريم، وعلى هذا الشيء من الزمان الى غايه والعرض والصدق عند الاقتراع. النصر الثاني فتح الاندلس، وكان فتح الاندلس في رمضان سنه 92 على يد طالب مسلم مدى نصف المسير. النصر الثالث الرابع عفوا عين جابر، وقعت في 20 رمضان من رمضان سنه 658، وكان كلمة انتصار لحاكم على الحطاب بعدما قعدوا من جبال المتشيم من الميدان من كفر ودفنه بلا ثبت جبال. ايها الاخوه، ان خير ما ظهر لكم او ما قطع به الاسلام كرم الله سبحانه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نزلناه اليك بالرب وما
وتركوا الصيام وتركوا الايمان وتركوا الصلاه الجماعه على كل مكان واطاعه الامام وبذل الوهاب وحسب القران وفخر من اموالهم. لكن الله ذو فضل عظيم والاحسان العميم يقطع التوبه ويعفو عن سيئات من تاب واناب. وقد جعل سبحانه العشر الفواصل من رمضان فرصه لمن احسن في الاول شهر ان يزداد، ولمن اساء ان يدرك ما فات ويدخل لها في ليله العشر بالطاعات ومن يبلغه دين الله تعالى. والعشر الفواصل هو مصائب وفضائل منها نزول القران في عشر نوافل رمضان في ليله القدر. قال سبحانه: انا انزلناه في ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا مؤمنين. وهذا النعم من فضائل العشر ان الله انزل هذا النور المبين فاخرج به من الظلمات الى النور، ومن جهله ومن الجهل الى نور العلم والايمان. وهذا القران العظيم شفاء وهدى ورحمه للمؤمنين وموعظه وشفاء لما في الصدور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وغيروا بما يظنون. ومن خصائص هذا العشر اواخر ليله القدر، والعباده في هذه الليله خير من العباده في الف سنه، فالعباده فيها خير وافضل من العباده في 83 سنه وما يقرب منها وما يقرب. وهذا فضل عظيم يوفقه الله تعالى. قال سبحانه: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام لي حتى مطلع الفجر. ومن خصائص هذه العشر الاواخر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في قيامها والاعمال الصالحه فيها اجتهادا عظيما. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليله وايقن اهله وجد وشد الايقاظ. ومعنى شد الايقاظ اي شمع واجتهد في العبادات. وفي اجتهاد العشر في دار النساء. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ في العشر الاواخر ما لا يزين في غيره. وهذا الاجتهاد شامل من جميع انواع العبادات من صلاه وقران وذكر ودعاء وصدقه وغيرها. ومما يدل على فضل العشر ايمان الاهل بالصلاه والذكر. ومن الاحسان العظيم ان ترى كثيرا من الناس يضيعون الاوقات في الاسواق وغيرها ويسهرون، فاذا جاء وقت القيام ناموا، وهذه خساره عظيمه. قال المسلم الصادق ان يستيقظ في هذه العشر المبارك، فلعله بلغ الذكرى مره اخرى باختطاف هذه الناس، ولعله يستيقظ فتصيبه النفحه من نفحات الله تعالى فيكون سعيدا في الدنيا والاخره. عباد الله، اجتهدوا في طاعه الله تعالى، وخصوا هذه العشر المبارك بمزيد من الاجتهادات طلبا للتضامن وعرف الاجر في هذه الايام. وطلبا ليله القدر التي اختصت بها الاشهر الاواخر من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: يريد ليله القدر ثم نصيبها ثم نصيبها او نصيبها فلتجزوها في عشر الاواخر من الوتر. يعني عائشه تقول: تحرك ليله القدر من عشر الاواخر من رمضان، فليله القدر من عشر الاواخر من رمضان جميلا لا شك فيه، ومن الاوطان اقرب لحديث زيد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجزوها في عشر الاواخر من رمضان؟ ليله القدر في تلك الطبقه، في سبع طبقه، في خمسه طبقه، وفي مكه في تلك العشر الاواخر في سبع يمين او في سبع يمين في يمين. فعلى الاب الصادق ان يستمر في جميع الليالي العشر ويحسن عليها يمينه ويحسن عليها ليحسن عليها يمين لا شك فيه. وقد اعطى الله ليله القدر رحمه لعباده ليكون منها زياده حسنات من اجتهد في العباده بأوضاعها في هذه الليالي، واختبارا لعباده ليتبين الصادق في ضررها من غيره. فان من حرص على شيء جد في ضرره هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فان الله امر بذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.
الله عليه وسلم، 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 الله عليه وسل